السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة يا جماعة هنتكلم مع راجل من الناس المحترمين، ربنا يغفر له يا رب، ندخله بناته، هو الحاج محمود العربي صاحب شركات العربي تشوب العربي وتوكيل تشوب العربي. الراجل الله يرحمه توفى يوم الخميس، لكن تم دفنه وتشاب جثمانه يوم الجمعة بقرية أبو ركبة مركز أشمون محافظة المنوفية. الراجل عصام الله يرحمه بدأ من الصفر، راجل خير، راجل اتولد 1932 وكان حاصل على وسام الشمس المشرقة من بطولة اليابان في 2009. الله يرحمك الراجل خير، وما كانش حد بيتكلم عنه كتير ولا كان حد بيتكلم عنه وهو عايش، بس احنا شايفين الجنازه بتاعته وتشييع جثمانه دليل على حب الناس، على حب الناس له. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه يا رب العالمين. ده يا جماعه دليل على حب الناس له. الراجل ده كان بيعمل خير كتير وكان عايش على قده، ما كانش يعني عايش في بس خواهر كده زي ما بنسمع من الناس اللي هم الناس اللي معاهم فلوس، الناس المجنونة فلوس. الراجل ده كان عايش على قده وعلى قد اللي كان عامل حاجة شهرية له، يعني بيمشي ماشي على قده، أكل وشرب وحاجات من ده مصاريفه، وكان دايما بيعمل خير مع العمال ومع المحتاجين. كان عامل جمعيات خيرية كتير، كان بيصرف على المحتاجين. رفض في عز أزمة كورونا إن هو يخفف أي عمالة أو يهين أي عامل أو يمشي أي عامل. الله يرحمه يا رب العالمين. وإحنا شايفين يا جماعة اللي شايفينه ده يعني مش محتاج كلام، محتاج إن إحنا ناخد عبرة وندعي له بالرحمة، ربنا يرحمه يا رب ويجعل عمله في ميزان حسناته. اللهم آمين يا رب العالمين ويرزقنا حسن الخاتمة. اللهم آمين يا رب.